بتقولي لا أقرأ الكتابات التي تنقدني أبدا، هل النقد ما تقرأوش؟ لا أنا ما قلتش كده، أنا قلت إن أنا برحب بالنقد البناء الموضوعي، لكن النقد اللي كله تجريح واللي ملوش علاقة بالنقد واللي كله اللي يكون هدفه مصالح شخصية أنا ما بعترفش بيه. في برضو حتة تانية مكتوب: العملية تدار داخل المهرجانات بطريقة شيلني وشيلك، أنا معايا القاعدة العريضة. حلو ده، قلتي كده؟ الله، أنا قلت الكلام ده. قلتي الكلمة دي؟ قلت كده، إن المهرجانات بتدار كده؟ أيوة، المهرجانات، بعض المهرجانات بتتحكم. طب عفوا، هناخد مكالمة تليفونية. أوكي. ألو 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 ألو، مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا مدام صفاء، ازيك؟ معاك صفاء بيبي من السودان. أهلا وسهلا، ازيك؟ وبرحب بالفنانة نادية الجندي. أهلا وسهلا. فبس كان عندي بعد إذنك يا مدام صفاء عندي سؤال لمدام نادية. اتفضلي. كنت عايزة أسأل حضرتك يا مدام نادية، سمعنا إن في خلاف بينك وبين المخرج حسام الدين مصطفى. ازاي؟ الكلام ده في جزئية او بالنسبه للسفر الى اسرائيل. مش عارفه، انا مش فاهمه بالظبط قصدك ايه من السؤال ده. اولا مفيش خلاف بيني وبين حسام الدين مصطفى خالص يعني، اما هو قال ايه رايه، ايه كل واحد حر في رايه يعني. يعني هو قال راي، يعني معنى كده ابقى انا ضد رايه، او انا ابقى انا ليا وجهه نظر وليا رايه، هو له وجهه نظر وله رايه، لكن انا مفيش خلاف لا شخصي ولا انا اقدر احجر على رايه ولا هو يقدر يحجر على رايي. يعني ايه دخل ده في ده يعني؟ ايه مش لان حضرتك احنا انت صرحتي قبل كده انك رفضت السفر الى اسرائيل. ايوه ده حصل، انا ما صورتش فيلم، عملت فيلمين ما صورتهمش في اسرائيل، ده نابع من احساسي انا الوطني، احساسي الشخصي، لكن ده ما اقدرش افرض احساسي. مهمة خطرة هيخرج الاستاذ نادر جلال. لا بس ده مش لسبب خلاف بيني وبين حسام الدين مصطفى. حسام الدين مصطفى اخ وصديق بالنسبه لي، وعمل لي احلى افلام ومن بدايتي السينمائيه يعني، وانا بعتز بيه جدا كمخرج. لكن هو لانشغاله دلوقتي عنده مسلسل بيعمله، فلانشغاله الفيلم هيعمله نادر جلال، مش لان في خلاف بيني وبينه. اوكي طيب، شكرا يا حبيبي. شكرا يا مها، اهلا بيكي. شكرا يا مدام. وانتي مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. ساعة صفا، نشوف بقى النقطة اللي كنا بنتكلم فيها. أيوة. اللي هي حكاية المهرجانات. والشلالية شايلني وشايلك. هقولك بصي، هو في لجنة، لجان معينة، أعضاء لجان، هم بيبقوا نفس أعضاء نفس اللجنة، هم اللي بيبقوا في المهرجان ده، هم اللي بيبقوا لجنة التحكيم يعني. هم اللي هنا، هم اللي هنا، هم اللي هنا، ودول طبعا بيبقوا لهم أغراض يعني إيه، اتجاهات معينة. اتجاهات معينة. أيوه. شلالية بقى ووجهات نظر يعني مش عارفاها طبعا يعني. فأنا طبعا لما بلاقي كده أنا بحترم نفسي وبحترم ذاتي وبحترم فني، فببعد عن المهاترات دي. ببعد بأفلامي عن المهاترات دي، وبسيب الجمهور هو اللي يحكم على أفلامي. يعني دي القاعدة العريضة اللي هي بتقيم أعمالي، اللي أنا بعمل لها الأفلام، مش للمجموعة اللي هي اللي أنا حاسة إن هي ما فيهاش نزاهة في التحكيم. ولكن في بعض لجان تحكيم زي ما حصل في لجنة التحكيم الأخيرة اللي هي بتاعت جمعية الأوسكار السينما المصرية، يعني فعلا في بعض، عشان ما اظلمش حد، في بعض نقاد او بعض ناس من اللي بيحكم في لجنه التحكيم بيبقى فيه موضوعيه في التحكيم، وبيبقى فيه نوع من النزاهه. ايوه. يعني مش عشان خدت الجائزه بقى الاخيره دي عشان كده انا بقول كده، صدقيني انا ما كنتش اعرف حاجه عن الجائزه دي. أيوة. وما تقدمتش بفيلمي امراه فوق القمه، الفيلم الاخير ده. أيوة. انا ما تقدمتش بيه ولا اعرف حاجه عنه، يعني هم اللي شافوه وهم اللي قيموه وهم اللي ادوا الجايزه. اذا هنا الجايزه بيبقى لها قيمه، بتحسي بقيمتها. صح. انك انت خدتيها عن جداره، خدتيها
وخدتيها وانت تستحقيها بيبقى لها فرحة تاني خالص، غير لما تبقى جايزة انت واخداها وانت عارفة انك واخداها او دافعة فلوسها او ايا كان واخدها باسلوب مجامل غير شرعي شرعي. احساسها ازاي؟ انا مش عارفة يعني ازاي حد يقدر يستلم جايزة ويمثل ان هو سعيد بيها وانه جدير بيها وهو عارف واللي حواليه عارفين ان هو واخدها مش عن جدارة، واخدها ازاي يعني؟ انا ما اقدرش اعمل ده، ما بقدرش. صحيح. بحترم نفسي وبحترم فني، فجمهوري بيحترمني. النهارده بقى لما اخد جايزه بقى زي اللي خدتها دي، والجمهور هيبقى عارف ان دي جايزه حقيقيه وانا بستحقها عن جداره، وان ما فيهاش اي نوع من المجاملات. بس